هذا تعال بطل علاوي راح يضربك راح يضربك راح يضربك واخر وقت بطل علاوي لك علاوي قنص عليك قنص عليك راح يضربك والله لك والله سمعت بطل علاوي بطل اليوم الخميس اليوم الخميس قمع مستمر بطل علاوي الثانية لا تخطفني لا تقطع صارت قصة مفهومة لا تخطفني لا تقطع صارت قصة مفهومة راح عدو ياخذ تصحيح من نسمع المعلومة راح عدو ياخذ تصحيح من نسمع المعلومة رئيس مو من الأحزاب حدد يوم الانتخاب رئيس مو من الأحزاب حدد يوم الانتخاب ورطني من الآن من أمريكا اهلا بكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشه الرافدين، نستقبل اتصالاتكم وتعليقاتكم ورسائلكم القصيره حول اخر مستجدات ثوره تشرين وعلى الارقام الظاهره اسفل الشاشه. احداث اليوم واصل المتظاهرون من توافدهم الى ساحات الاعتصام في العاصمة بغداد والمحافظات دعما لثورة تشرين ومطالبها المشروعة رغم استمرار القمع الحكومي والميليشياوي ضد المتظاهرين، حيث استشهد متظاهرين وارتفعت حصيلة المصابين إلى 20 مصاب بعد إصابتهم برصاص القوات الحكومية وميليشياتها وبقنابل الغاز المسيل للدموع عند جسر السنك وسط بغداد. كما أعلن المتظاهرون في بغداد تأييدهم للمهلة التي وضعها المعتصمون في الناصرية للحكومة من أجل الاستجابة لمطالبهم. في محافظة بابل قام المتظاهرون بقطع الطريق الدولي الرابط بين بغداد والمحافظات الجنوبية بسبب عدم استجابة الحكومة لمطالب ثورة تشرين، فيما هددوا بالتصعيد السلمي في حال عدم الاستجابة لمطالبهم. وفي محافظة ذي قار ومحافظات أخرى خرج الطلاب في تظاهرة منددة للتدخل الإيراني في العراق وتأييدا لتظاهرات ثورة تشرين المطالبة بإسقاط نظام الأحزاب الفاسدة. طبعا عند جسر السنك وسط العاصمة بغداد كما أشرنا أنه هناك مصادر تحدثت عن ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 2 وإصابة أكثر من 20 برصاص القوات الحكومية والميليشيات، حيث كانت القوات الحكومية والميليشيات قد أطلقت الرصاص الحي على المتظاهرين في ساحة الوثبة وسط بغداد في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة. يأتي هذا في الوقت الذي أكد متظاهرو بغداد الاستمرار في الاعتصام حتى تحقيق مطالب ثورة تشرين بإسقاط النظام على الرغم من استخدام القوات الحكومية والميليشيات العنف المفرض ضدهم. وشفنا في بداية الحلقة مقطع لأحد الشباب في ساحة أو جسر السنك كيف يقوم بالتقاط إحدى الدخانيات القنابل المسيلة للدموع ويضعها في صندوق لكي يحمي أخوته من المتظاهرين. طبعا واصلت أعداد كبيرة من المتظاهرين توافدها إلى ساحات الاعتصام في بغداد والمحافظات دعما لثورة تشرين وتأكيدا على استمرار الإضراب العام في البلاد حتى تحقيق مطالب الثورة. كما أكد المتظاهرون تمسكهم بوحدة العراق وشعبه ورفض محاولات التقسيم، وراح نشوف بعد قليل كيف أنه تم تجمع من أهالي بغداد يرفضون كل مشاريع التقسيم في البلاد على أساس طائفي، وأكدوا بأن ثورة تشرين أسهمت في تعزيز الانتماء للعراق وإسقاط نظام الأحزاب السياسية الفاسدة الذي أوصل البلاد لهذا الوضع من الدمار والفساد والطائفية. طبعا كشفت مصادر عن وجود اتفاقات سرية لبعض القيادات السياسية في مجلس النواب تحدثت يرأسهم رئيس البرلمان محمد الحلبوسي لتنفيذ مخططات لتحويل العراق إلى أقاليم، وهو ما رفضه العراقيون جميعا جملة وتفصيلا. إذا رحنا إلى ساحة التحرير حيث
أعلن معتصمو ساحة التحرير وسط بغداد تأييدهم للمهلة التي وضعها المعتصمون في الناصرية للحكومة من أجل الاستجابة لمطالبهم. وقال المعتصمون بأن متظاهري بغداد سيتضامنون مع إخوتهم في بقية المحافظات ضد محاولات التملص من تنفيذ مطالب الثورة المشروعة الهادفة لبناء عراق موحد ذي سيادة. أضاف المعتصمون بأن موقفهم هذا يأتي تثميناً لمواقف متظاهري الناصرية منذ بداية الاحتجاجات وحتى اللحظة ووفاء لدماء شهداء الثورة. كما ردد المتظاهرون شعارات تندد بالتدخلات الإيرانية في الشأن العراقي وناشدوا الأمم المتحدة التدخل لحمايتهم من الاستهداف الحكومي والميليشياوي. نعم معنا اتصال ليلى من صلاح الدين، تفضلي ليلى. مرحبا استاذ عمر، شلونك؟ اهلا وسهلا بيك، يا اهلا بيك، تفضلي. استاذ عمر اني كنت اتمنى يعني في اليوم احصل اتصال وياكم واحكي وياكم واسمع صوتكم. تفضلي يا اختي. اني اريد اوصل صوتي للثوار العراقيين. نعم. احنا وياكم، احنا ما شاركنا سوا وياكم، بس احنا لحظه بلحظه وياكم. نعم. وان شاء الله يا رب الثوره منتصره ودم شهداء ما يروح رخيص، وهذول حكومه ضائده ان شاء الله، يعني ما لهم يعني هم منتهين، تعرفون نفسهم منتهين، فماكو داعي لو يلملمون نفسهم ويروحون الايران احسن لهم. نعم ماكو داعي، يعني ماكو داعي، هاي المماطله كلها ماكو داعي، احنا ولد نسباء او ان شاء الله الله يبيض وجههم وان شاء الله العراق منتصر ورايه العراق تبقى خفاقه ان شاء الله يا ربي ان شاء الله. يعني اشكرك اختي ليلى من صلاح الدين. نوفل من البصره، تفضل نوفل من الناصريه، تفضل اخي، تفضل نوفل. وعليكم السلام ورحمه الله، صوتك كلش ناصي نوفل. نوفل تسمعني؟ نوفل يبدو أن هناك مشكلة في الصوت مع نوفل من الناصرية، يا حبذا يعاود الاتصال بينا. طبعا متظاهروا التحرير في بغداد كذلك هددوا بالتصعيد السلمي وقطع جميع الطرق الحيوية في بغداد بعد انتهاء مهلة ذيقار، تأكيدا على استمرارهم في ثورة تشرين. أكد متظاهروا التحرير على أنهم سيقطعون طريق محمد القاسم السريع وجميع الطرق الرئيسية في بغداد بسبب التجاهل الحكومي لمطالبهم المشروعة والقمع المستمر ضد تظاهراتهم السلمية. إذا نروح إلى محافظة بابل، حيث قطع متظاهرو محافظة بابل الطريق الدولي الرابط بين بغداد والمحافظات الجنوبية. قال المتظاهرون بأنهم قطعوا الطريق الدولي بسبب عدم استجابة الحكومة لمطالب ثورة تشرين، وهددوا بالتصعيد السلمي في حال عدم الاستجابة لتلك المطالب. أكد المتظاهرون تضامنهم التام مع المهلة التي حددها معتصمو محافظة ذي قار لتحقيق مطالب الثورة. نوفل من الناصرية عاود الاتصال بنا، تفضل أخي نوفل. نوفل تسمعني؟ نوفل السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل أخي. ألو. نعم أسمعك، بس نصينا التلفزيون للأخير الله يخليك. للأخير. نعم. نعم نوفل. أكو مشكلة بالصوت ويا نوفل من الناصرية. محمد من السعودية، تفضل محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. قال تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. الميليشيا التي تاره إيران هي من قتلت الثوار. إيران ستخرج القوات الأمريكية وتحتل العراق. في فرق بين ثورة العشرين وثورة العشرين. ثورة العشرين خرج الاستعمار البريطاني من العراق بقوة،
وثورة 90% ثورة الجزائر خرج الاستعمار بالقوة ومليون شهيد. إيران هي من جابت أمريكا لاحتلال العراق. اتفقوا في لندن وكذبوا، قالوا العراق عنده نعم. مسؤول إيراني قال لولانا ما احتلت أمريكا العراق. ترامب جعل الجوار جعل المتظاهرين يفرحون بقتل سليماني وأبو مهدي محمد. الحين الثوار لهم 3 شهور يطلبون مطالب ما يعطونكم مطالبكم. لازم لا ما باقي الا لازم تحملون السباق. شكرا. محمد من السعوديه كان معنا، ابراهيم من السعوديه كذلك، تفضل ابراهيم. هلا اخوي حبيبي، كيف حالك؟ الله يسلمك ويخليك. حبيت بس اول شيء يعني اتمنى الخير والتوفيق وكل الموفقيه للثوار. وحبيت اسال سؤال الله يخليك، انه انا شفت اياد علاوي في برنامج قبل اسبوعين، وطبعا ما ادري عن مدى يعني عاد السي في حقه والنزاهه، ولكن كلامه يشعرني بالوطنيه. فهل يعني مش المانع ما يكون علاوي من الناس هذولا؟ هل في احد ضد علاوي مثلا؟ شكرا جزيلا. ابراهيم ممكن تعيد؟ ما افتهمت عليك حبيبي السؤال. ادعو بالخير ادعو بالخير والتوفيق للعراق. تمام، بس التساؤل مالتك حول اياد علاوي. ايه، اياد علاوي قبل اسبوعين نعم شفته في مقابله طالع. نعم، وقد يكون احساس، انا مو سياسي كثير يعني عميق، وموضوع العراق يخص العراق ما يخصني. نعم، فبالتالي ابى استفسر اياد علاوي من خلال المقابله مع احد القنوات الكويتيه، اشد يعني كان يتكلم على اشياء معقوله، وشكله الرجال يعني ما عنده يعني سجله نظيف. فليش ايش المانع ما يكون اختيار علاوي او يعني شبيه العلاوي، او يعني هل علاوي يمنع انه ينتخب؟ نعم أخي إبراهيم. شكرا جزيلا. الله يسلمك. أياد علاوي إجا مع الاحتلال وشارك في العملية السياسية منذ العام 2003 ولغاية الآن، هاي نقطة. اثنين، إنه سجل نظيف، يعني ما أعتقد إنه واحد بالطبقة السياسية اليوم سجل نظيف. طبعا شارك مع القوات الأمريكية باقتحام الفلوجة بالمعركة الأولى والثانية، وصارت مجازر هاي لما كان في وقتها هو رئيس وزراء مؤقت ذلك الوقت. كذلك هو بالعام 2010 القائمة مالته فازت بالانتخابات، ومع هذا تم صعود نور المالكي إلى رئاسة الوزراء. لو كان بالفعل هو في وقتها مع العراق وبمصلحة العراق، قال لك لا والله أنا هاي لعبة والأمريكان جابونا وإحنا فشلنا في هذا المشروع، كان خرج من ذلك الوقت حتى على الأقل يبيض ساحته أمام الشعب العراقي. لكن استمر، لأن تدري امتيازات ومليارات الدولارات، وظل لغاية اليوم. قبل كم يوم قال لك والله أنا قدمت استقالتي إلى البرلمان. ومع هذا طبعا الشعب هو اللي يقرر من يرشح لي يكون رئيس جمهورية إذا كان نظام رئاسي، أو رئيس وزراء إذا بقى على النظام البرلماني. معنا اتصال في محمد من صلاح الدين، تفضل محمد. أهلا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. والله إحنا بالنسبة إحنا نتضامن ويا المتظاهرين القوام الثوار ساحة التحرير، وإن شاء الله يعني النصر قريب، والطبقة السياسية كلهم فازة، بس انتم قناتكم اكبر فازة واكبر لوجة تحكم على حي الشام. نعم نعم اخي محمد كمل. نعم محمد من صلاح الدين انقطع الاتصال. سعد من الكويت، تفضل سعد. يا هلا بك
فيك استاذ عمر. استاذ عمر اطلاق الرصاص الحي مخالف للدستور، محرم دوليا، وخصوصا غاز المسيل للدموع والاعتداءات والاستفزازات. والبرلمان ايضا له دور يمنع القمع وغاز المسيل للدموع لان اهلك المتظاهرين والمحتجين والمعتصمين، كذلك يمثل عموم المجتمع والجمهور، ويجب محاسبة من اعتدى من رجال الأمن كذلك على من اعتصم والمتظاهرين الغلابة اللي يطالبون بحقوقهم. ونتمنى صرف مبالغ طائلة للمزارعين والفلاحين والمتظاهرين. تحياتي لك يا أستاذ محترم. سعد من الكويت كان معنا. طبعا محمد من صلاح الدين، أنا ما سمعت زين بس هسه الزملاء بالكنترول قال محمد من صلاح الدين غلط وسب وراح نهزم. زين إذا أنت رجل ليش ما بقيت وحاورتنا؟ لو بس هيك من عندكم وسديت التلفون، هي هاي الرجولة مالتك؟ حاورنا، فهمنا شنو وجهة نظرك، جوز تقنعنا، تقنع الجمهور العراقي. يعني هو هاي تربيتك وأخلاقك؟ على كل حال اكو اتصال لو نكمل؟ ماكو اتصال. طبعا مثل ما نشوف احنا برادتنا قبل قليل انه مثل ما قلنا طبعا بدايه الحلقه بانه هناك انباء تؤكد عن استشهاد اثنين من المتظاهرين، وبالفعل وكاله اسوشيتد بريس اكدت بان اثنين من المتظاهرين استشهدوا اليوم بسبب اطلاق الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين قرب جسر السنك، واصابه تقريبا 20 أو أكثر من 20 من المتظاهرين. إذا رحنا إلى محافظة كربلاء حيث خرج طلاب جامعة كربلاء بتظاهرات حاشدة ضد النظام والأحزاب الفاسدة، وردد الطلاب المتظاهرون هتافات غاضبة تؤكد على استمرار الثورة وتحدي الأحزاب، وأكدوا أن إيقاف التظاهرات ليس واردا في قاموسهم مهما بلغ مستوى قمع الميليشيات والقوات الحكومية. في البصرة بالتحديد في قضاء العشار انضم سكان قضاء العشار في محافظة البصرة إلى ساحة الاعتصام وسط المدينة دعما لمطالب ثورة تشرين وتنديدا بعمليات القمع المستمرة التي تنفذها القوات الحكومية وميليشيات الأحزاب ضد المتظاهرين السلميين. ورافقت مسيرة سكان قضاء العشار إلى ساحة الاعتصام تشيعا رمزيا للصحفي الشهيد أحمد عبد الصمد والشهيد زميل المصور صفاء غالي اللذين استشهدا برصاص الميليشيات، ورددوا هتافات تطالب بإسقاط النظام ومحاسبة قتلة المتظاهرين. نعم معنا اتصال حسين من السعودية، تفضل حسين. السلام عليكم يا أخو عمر. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك يا أخو عمر. الثوار بالنسبة الحين جزاهم الله خير قدموا شيء فوق ما يتصور الإنسان، وللأسف يعني الأخ اللي اتصل مسافر صلاح الدين يعني ما أقدر أقول لك سافل، إنه أقل من سافل. يعني لما قال هذه قناتكم وقناة، بالعكس قناة الرافدين هي اللي نورت الطريق وسهلت الأمور ووضحت كذا. بعدين اليوم خمنيه يطلع في الخطبة حقه يقول إيش، انه فيلغ القدس وان الحرس الثوري وانه كذا وان هؤلاء هم صمام الامان وهم 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 كذا. بعدين يا اخي يكفي الان هالمجازر وبعدين هالحين لما يقول الحكومه، اصلا العراق ما في حكومه، ما في الا الاحزاب اللي هو المقتدى والمالكي وحيدر العبادي وعادل المهدي وما أدراك هذول. فهؤلاء هم اللي جغلين. وجود الأحزاب في العراق هي اللي ضيعت العراق واللي دمرت العراق، وهي اللي قام يعني ما يكفي خطف، ما يكفي قتل. الشاب هذا اللي راح طاين اللي يقول أنا عندي تاكسي وواضع بناته ثنتين، واحدة على يسار وواحدة على يمينه، يعني ويقول أبوي راح وبعدين صافي هذا يعني. وبعدين هل الحين يتكلمون عن مجلس امن الامم المتحده وامريكا؟ يا اخي امريكا في امكانها مثل ما اتت بهذه الاحزاب تقدر تزيلهم او تشوف حل لهم، لانه الحين يكفي دمار. وبعدين الحين مقتدى لما قال المسيره المليونيه هو هناك في 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 ايران ومختبي هناك، وبعدين بيقول للعملاء تبعه يلا على اساس يشوه المسيره
فالثورة دي بالعكس ثورة من أحسن سلمية وممتازة من أفضل ما كان، يعني يكفي يا أخي هالخطف وهالقتل وكذا، يعني إلى متى بيبقى هالخطف؟ أنا هذا اللي بسأل، إلى متى بيبقى هذا الخطف والاغتيال ولا فيه زي ما قال الشاعر لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي، وين مجلس أمن وين أمم متحدة وين ما يسمى بحقوق الإنسان؟ يعني الكلاب لهم حماية والبشر ما لهم حماية، يعني هذا مش ما يعني شيء مش عارة. وبعدين هذا الفياض لما أنا ودي والله القيس الخزعلي والفياض والعامري هذا اللي يتكلم مساعة في الشاشة يقول أنا أتمر بأمر الإمام، الإمام إذا قال كذا هو شارك ضد العراق في الحرب العراقية الإيرانية، فيليت يليت والله الفياض والمغتدى والقيس الخزعلي والمالكي والعبادي وعادل يليتهم يبادون إبادة مثل ما أبيد سليماني والمهندس، يا رب البيت الكريم والله ينور طريقك وشكرا. وأنا أستغرب من اللي اتصل من صلاح الدين هذا سيام السعودية يعني كان يعني كون عراقي نعم. أبو يوسف من كركوك، تفضل أبو يوسف. أبو يوسف تسمعني؟ يبدو أن الاتصال قطع مع أبو يوسف من كركوك. طبعا كما وردنا قبل قليل بأن متظاهر ساحة التحرير يناشدون أهالي بغداد بالتوافد إلى ساحة التحرير لردع وإيقاف قمع القوات الحكومية والميليشيات ضد المتظاهرين. خلونا نقرأ بعض رسائل واتساب. يقول أبو أوس من تركيا: أيها المتظاهرون ابعثوا برسائل الحب والسلام لكل شعوب العالم، أما رسائل الحقد والكراهية فاتركوها إلى الطغاة والأحزاب وميليشياتها السائبة. أحمد من مصر يقول السلام عليكم، يقول عيب على الدول العربية يتدخلون في ليبيا وتاركين ميليشيات إيران يقتلون بأبناء الشعب العراقي ويهددون بأمن العراق. طبعا أنا أعتذر عن استقبال اتصالات على الواتساب، هناك أرقام عديدة ممكن تتصل عليها لكن الواتساب فقط للرسائل القصيرة، وأعيد وأكرر دائما للرسائل القصيرة. أبو يوسف من كركوك يعاود الاتصال بنا، تفضل أبو يوسف. الله حياك أستاذ، حياك الله يا هلا بك. قبل دقائق خاطر الأخ من صلاح حسب لي مو على يعني لازمة العراقيين على 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 اللفظ المحلي التحكم، أنتم قاطعون على العراق من أستاذ، يعني إحنا ما إحنا المنظومين الشعب العراقي انظلمنا، يعني النظام السابق كانت تظلم صحيح تظلم أكثر صحيح وياكاني تمام ما تظلم أكثر موجود هي ما متوحد السوق هسه القطاع التمويلي فتات ما يكفي الغلاء المعيشي الفساد الإداري الفساد المالي الانترنت جابونا مصائب الدنيا، يعني ما أمشي أكو أبي جابوا الشعب العراقي نعم وشيثان أنا ما شايف برلماني هم برحة شاركت برنامج ما شايف برلماني أكثر معين من أي دولة موجودة على الراتب، الدول الخريف، ما موجود هذا الراتب يا أخي ما موجود. لا. يعني مع الأسف مع الأسف إيش الشرقية يعني للفقراء هيك صار ما أقول أنت أقول. نعم أبو يوسف من كركوك كان معنا اتصال. أبو علي من البصرة، تفضل أبو علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. أخذ بالنسبة يعني للمظاهرات هاي الحالية هسه. نعم. هاي المظاهرات يعني ضد الحشد الشعبي مو ضد الدولة. ده ضد الحكومة الفاسدة. ضد الأحزاب الفاسدة. لا مو الحكومة، أنت ليش يعني المكاتب يحرقونها ها؟ نعم. يعني يسمون الحشد ميليشيات، هذا الحشد الدفع الدهداء. يعني ليش؟ زين من يجي القناص من هذا المقر يستخدمه تحت غطاء رسمي هو على أساس تابع إلى الحكومة صح؟ من يجي يقنص يجي يقنص المتظاهرين ويقتل المتظاهرين ويعتقل المتظاهرين في هذا المقر اللي تابع إلى أي فصيل تمام؟ شو تريد أنت اليوم من ابن البصرة وابن الناصرية من يقتلون ولده وينجرحون ويعتقلوهم ويعذبوهم؟ أنا أسألك والحكومة الحكومة صار لها 4 أشهر ما قدرت تلزم هذا الطرف الثالث.
وتبرر ساحته وتبرر ساحة الحشد. اخي بس انا خدمك هو فهم. الحشد يعني عنده مكاتب، انت ليش تجي يم المكاتب وتحرق وتسوى؟ انت روح عندك تاهه يعني تظاهر بيها حرقوا يعني. بس انا اسالك سؤال، حرقوا مكاتب الحشد لو حرقوا مكاتب فصائل وميليشيات معينه بعينها عصائب بدر؟ والله العظيم حشد. ها يعني حشد حشد يعني حشد شعبي عنده مقرات يصعدون للدوام من عنده يمشون يعني هيش فات علي فات علي حرقه هيش الحاله ليش؟ يعني حرقه وذبحه وذبحه وناس يعني ذبح ناس بعد منو ذبحه؟ هاي ذبح العماره مو ذبحه وناس. ايوه بعد شنو اللي صار؟ احنا ضد اي ذبح طبعا، بعد شنو اللي صار؟ قبلها شنو اللي صار؟ صار يعني شال بالنسبه بالعماره يعني هاي المقاطع ما شفتها يعني شفناها يقول نعم شفناها وهذا امر هذا امر غير صحيح. بس ليش السبب؟ هو نجي على السبب. انت ظاهر يعني هو الحشد يعني شنو ابو الدوله الحشد زين ماشي ليش يعني الحشد مقدس ليش ما من الستان يعني تمام. حتى يعني مو لا ليش الحكومه ما لزمت كل هذه الامور وقالت يابا هذا متسبب تعال يا القضاء حاسبه ان كان بالحكومه ولا بالشرطه ولا بالجيش ولا بالحشد ولا متظاهر؟ ليش ما سوت هذا الشيء؟ يعني وين ما ينكتب هسه هو وين ما ينكتب شخص وقالوا الحشد الحشد سواء الحشد وين هو الحشد يداوم بكركوف وعاد جاب عزيزي 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 ابو علاوي اليوم عندنا اكثر من 600 شهيد ذولا من قتلهم؟ بس لازم الدوله ما معروفه هم ماش غير اليوم اكو غير اليوم اكو تحقيق يعني ما يعني شلون المتظاهر اليوم يوميه يموت و25 الف جريح واكثر من 600 شهيد والحكومه تقول لك لا والله مو احنا هذا طرف ثالث يطلعون الحشد يقول لك والله هذا طرف ثالث شنو هذا الطرف الثالث جايين من المريخ ما حد يقدر عليهم ما معقوله اليوم صار لنا 4 اشهر يعني هم أم هذول القتلون يعني مو سلميين، أنت ما سلوش سلميين ضو مكانك، ليش أنت تمشي على للخضرات اللي تدخل وين فات للخضراء؟ وين فات للخضراء؟ احنا مو نشوف مقاطع الفيديو واقف بتظاهر سلمية ويجي القنص براسه، تجي الدخانية براسه. يا أبو علي يعني احنا صار لنا 4 أشهر أكثر من 600 واحد استشهد و25 ألف جريح و5000 معاق و2800 من المعتقلين والمغيبين والمختطفين يعني اعداد لا تعد ولا تحصى. انا اشكرك ابو علي من البصره، احنا لازم نكون منصفين لازم نكون منصفين ولازم نحكم ضمائرنا ونشوف الله بعيوننا صحيح. الامر صار له 4 اشهر، هناك قتلى وهناك جرحى، يعني الدم العراقي مو ارخص من والله مقر انحرق، وهذا المقر هو اللي قتل ذولا المتظاهرين. لو اكو دوله صحيح واكو حكومه ما كان صار هذا الشيء، كان مباشره كشفت عن الجنات. بس اذا هي الحكومه مشتركه بدم العراقيين، حتى مسؤولين دا يطلعون، طلع عياد علاوي قبل يومين قال لك الاوامر القتل طلعت من مكتب عادل عبد المهدي، هذا سياسي موجود وياهم من العام 2003 ولغايه الان، كان رئيس مجلس حكم فتره، كان رئيس وزراء لفتره انتقاليه، رئيس كتلة في البرلمان. ما معقول احنا نكذب الحقائق والواقع وكل هالاعداد من الشهداء. معنا اتصال محمد من الحلة، تفضل محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، اهلا وسهلا بك. شلونك حياك الله يا اهلا بك. صار حديث تعقيد على الاخ ابراهيم اللي قال على عياد علاوي. نعم. بس انا بدي احب اقول له يا معظم كل اللي يسمعني الاحتلال الامريكي هو قذر، فشلون يدافع عن قذر؟ كبير على اخواننا لبنان الغربيه، ليش ما يطلعون ويانا بالمظاهرات؟ العراق وحيد، العراق وحيد، لو انا متوهم. احنا عندنا محتلين، محتل اجنبي هو الاحتلال الامريكي، هم هذول السياسيين اللي هم محتلين ناهضينا وبايدين ناهضينا بس حد بقولهم دوام الحال من المحل. واشكرك استاذ عمر. انا اشكرك محمد محمد، كن على ثقه واحنا بدنا نسمع المتصلين من الموصل من صلاح الدين
من الأنبار، الناس كلها ويا المتظاهرين اللي ببغداد والناصرية والبصرة والحلة وبكل مكان. بس أنت شوف وضع أبو الموصل اليوم، اليوم أبو الموصل ما يقدر يرفع رأسه، ما يقدر يمشي وهو مرتاح. القبضة الأمنية يعني تضربها في عشرة، حشد وجيش وشرطة واستخبارات وكلها فوقاهم. أضف إلى ذلك قاعدين بالخيم، ترى الناس هاي الموصل 90% من الموصل ما موجودة، تراب أنقاض، بعد جثث جو الأنقاض، حتى مكان يتظاهر به ماكو، وهو الآن ملاحق، الآن مضغوط عليه. كذلك بالأنبار الناس تسوي تراجع من النزوح. بالعكس، كل عراقي حر وطني شريف يبحث عن التغيير للأحسن، ما يريد تتكرر أي مأساة مرت على العراق. فخليها ببالك، كل الناس قلوبها معكم، لكن ظروف هذه المحافظات ظروف صعبة جدا، ظروف استثنائية، آلاف مؤلفة نازحين، أكو ناس بعدها بالمخيمات، إن كان مخيم العامرية ولا الحبانية ولا غيرها ولا غيرها، كثير من المخيمات. فهاي كلها الأمور خليها ببالك. ومثال الموصل يعني حتى التعويضات، إذا تحدثنا على مسألة التعويضات، لحد الآن الحكومة ما صرفت التعويضات لأهالي الأنبار ولا صلاح الدين ولا الموصل. أحمد من ديالة، محمد من السعودية، تفضل محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يعطيك العافية. الله يعافيك ويسلمك ويخليك يا أخي. بعلق بس على مشروع الأقاليم اللي يسمونه الأقليم السني، هذا مشروع أخوانجي 100%، الأخوان المفسدين هذا خطرهم ما يقل عن خطر الميليشيات اللي في النجف وكربلاء ونفسهم ترى. نعم. يبغونها يعني ولاية تابعة لخليفتهم ومشوه أردوغان. نعم. محمد من السعودية كان معنا. أحمد من ديالة، تفضل أحمد. أحمد تسمعني أحمد؟ نعم. نجم من الناصرية، تفضل نجم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. شلون نجم؟ نعم نجم. الصوت يقطع، قطع اتصال مع نجم من الناصرية. مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة، نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم. اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين، معنا اتصال محمد من العماره، تفضل محمد.
وعليكم السلام ورحمة الله. يا أخي شلون؟ تفضل عني. أخي بخصوص المتظاهرين، يعني إحنا ويا المتظاهرين، راح نبقى ويا المتظاهرين، يعني قلوبنا وياهم. يعني لازم اكو يعني مواطن عراقي ما يحب المتظاهرين، وانا من راح احكي رجاء لا تتخاف. تفضل بس بدون تجاوز ارجوك. بدون تجاوز على اي حلو على اي انسان يعني. او اي شخصيه تفضل. اي ماشي زين. اريد اسالك سؤال بيا وكيف السعوديه والدول المجاوره حبت العراق، بس هذا السؤال. ممكن تجاوبني عليه؟ يعني وقت يعني هاي الدول يعني تتكلم انت عن سياسة حكومات. بس انطيني شوية. اي ماشي لا مو تسألتني غير اجاوبك، لو تسألني 10 اسئلة خليك اكمل وجاوبني. تفضل. زين بيا وقت هم ساندوا المتظاهرين وبقوا وياهم وبقوا ويا العراق، يعني من هسه من طلعنا احنا رئيس ثورتنا عراقية خاصة، يعني لا تتدخل بها لا السعوديه لا ايران لا امريكا لا اي دوله ما اريدها تتدخل بالمتظاهرات بالنسبه للمتظاهرين. وبالنسبه لنا احنا كمواطنين يعني طالعين على الفاسدين ونعرفهم ندري بهم كلهم فاسدين، بس اللي جاي اوصل عني واللي فكره اللي جاي اوصلك فيها يعني جاي عالم جاي تغلط على النجف، لان النجف في مرجعيتنا والنجف مقدس. يعني احنا هاي ما نقي، يعني احنا عراقيين ما ننكر هذا الشيء، لان ماكو عراقي ينكر يعني واحد يحكي على المقدسات مالها. من حاكي؟ من اللي حكى؟ من اللي حكى؟ حتى اللي قبل شويه اكو شخص اتفق بين السعوديه ميليشيات بالنجف، ميليشيات بكربلاء، ميليشيات مدري وين. مو كتلت؟ مو كتلت الميليشيات كتلت بكربلاء وبالنجف؟ لو ما كتلت من اللي قتلهم؟ الميليشيات كتلت؟ بعد من اللي قتلهم؟ من اللي قتلهم؟ مو طلعوا المتظاهرين بصراحة قالوا لك جماعة عمار الحكيم وبدر والعصائب قتلونا؟ زين عندك دولة لو ما عندك اللي يا دولة يعني دولة اللي صار لها أربع أشهر ما تقدر تعرف الطرف الثالث وما تقدر تتنفس وياه؟ عن أي دولة لعد؟ ليش طالعين المتظاهرين؟ ليش طالعين المتظاهرين لعد؟ إذا إحنا عندنا دولة بس اسمعني، إذا إحنا عندنا دولة عيني بس اسمعني، أنت مو حكيت وتسألت غير تسمعني. بس اسمعني أنت إذا عندك دولة لعد، إحنا على شو يابا طالعين تظاهرات؟ على شنو طالعين تظاهرات لعد إذا عندنا دولة إحنا؟ ما عندنا دولة إحنا عمي، ما عندنا دولة، ما عندنا دولة. دولة رئيس وزرائها يقول لك والله خابروني الأمريكان قالوا لي راح نضرب حزب الله العراقي بالقائم. بس اسمح لي هاي الدولة اللي تحكي عليها رئيس الوزراء مخابرين الأمريكان قبل الضربة بيومين قالوا لعادل عبد المهدي ترى احنا راح نضرب حزب الله العراقي اللي على الحدود العراقية السعودية، عود خليها ببالك. وراها يقول لك والله أنا اعطيتهم خبر، وراها يقول لك والله الإيرانيين خابروني قالوا لي والله ترى راح نضرب احنا قاعدة عين الأسد. يا دولة هاي عمي ايش تسولف انت؟ تقول عقلك تحشي كل يا سعودية هسه شو العلاقة بالسعودية؟ شو العلاقة بالسعودية ولا بالخليج؟ احنا ده نحكي على ثورة تشرين. إذا أنت والله ضايج من متصل من السعودية خابر يعني خماسة حلقة يريد يحكي ويعبر عن رأيه، وهذا المنبر مفتوح للكل. يا أخي احنا ليش نحرف الحقائق؟ ليش نحرف الحقائق؟ احنا ليش نحرف الحقائق؟ اكثر من 600 شهيد، اكثر من 600 شهيد. نعم شخص ابن دقيقه يعني ابن العمارة وابن الناصرية وابن البصرة وابن صلاح الدين وابن الموصل اللي دام وين في الحدود، شنو ذنبك انت امريكا الضربه؟ هو هذا زي ما انا دا اقول لك عادل عبد المهدي يقول خابروني الامريكان دا يضربون الحشد، خابروني الايرانيين دا يضربون الامريكان قاعد عين الاسد، وانت تقول لي احنا عندنا دوله، اي دوله هاي؟ كان ما طلعنا لا حكينا ولا سولفنا. انا اشكرك محمد من العماره كان معنا. عثمان من ابو غريب، تفضل عثمان. عثمان تسمعني؟ انقطع الاتصال مع عثمان من ابو غريب. رياض من امريكا، تفضل رياض. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. تحياتي لك والاقراط الله يعني البطله والشريفه. اهلا وسهلا بك. تحدثنا سابقا عن الميليشيات الحكوميه. هي الحكومه الميليشيه، لا يوجد ميليشيات، توجد حكومه عراقيه مجرمه
كلهم ملطخة بدماء العراقيين الشهداء من الجيش العراقي والشرطة والأمن، وكلهم مسؤولين على هذه الجرائم من رئيس الدولة ورئيس الوزراء والبرلماني، وكل كل شخص يشتغل بالحكومة هو مجرم. الأمم المتحدة تتفرج، حقوق الإنسان تتفرج، كلهم ينتظرون من أمريكا ماذا تفعل، حتى الأوروبيين ينتظرون من الولايات المتحدة الأمريكية، لأن ترامب يأخذ الدولارات من الحكومة العراقية، فينتظر إذا تنجح المظاهرات سوف يساعد المظاهرين بانقلاب الحكم، حتى الأوروبيين أيضا. وذا قاعد اليوم ذا باوع البرنامج أكو ناس مرضى دي يخابروكم وتيطوم رأيهم، صار 17 سنة ما حسوا بهالمشاكل اللي تصير 17 سنة، وين كانوا منايمين لو دي يحلمون 17 سنة البلد تدمر، هم دول دمروا المرتزقة الصدر وجماعته وكل دول الميليشيات العصابة المجرمين المنحطين، أيامهم اجت أيامهم معدودة، دول الميليشيات العصابات أيامهم معدودة، والله والله أيامهم معدودة يا أخ عمر. وشكرا. رياض من أمريكا كان معنا، أنا أشكرك. أبو مازن من بغداد، فضل أبو مازن. أبو مازن تفضل. تفضل أبو مازن. ماذا يسمعني أبو مازن؟ خالد من ديالة، تفضل خالد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. تفضل خالد. قطع اتصال مع خالد من ديالة. خلونا نقرأ بعض رسائل الواتساب. السلام عليكم أخ عمر، صح العراق انجرح بس هذا مو مقياس، النخل من ينجرح ما يشتكي من الفاس، ما دام السمنة علم يعني احنا تاج الراس، ينقاس من الذهب مو بالذهب ننقاس، علمنا جرح الوطن، اضرب مثل للناس، الخوة مو بالعدد، الخوة رفعة راس ام وطن. رسالة من ابو يوسف من الدنمارك يقول تحية طيبة أخ عمر، أخ عمر استفزاز اسماعيل هنية وحماسي مشاعر ملايين ضحايا قاسم سليماني، أرجو منكم أن توقفوا كل البرامج من غزة لأن هؤلاء ناكري جميل. لا أخي هذا كلامك، هذا كلامك مو محل أبدا، يعني هذا احنا ما لنا علاقة بالمواقف الحكومات السياسية، نحن مع الشعوب، فهذا يعني راجع نفسك بهذه التغريدة أو هذه الرسالة، نحن لا نقف مع الحكومات، نحن نقف مع الشعوب، خليها ببالك. رسالة يقول فيها له أو تقول فيها لهفة من ألمانيا، السلام عليكم، تحياتي لك ولكل العاملين بقناتكم الصدوقة، الله ينصركم ويثبت أقدامكم يا أسود الرافدين بكل مكان في العراق، أنتم أبطال وحتقدرون تنتصرون على الخونة والذيول والفاسدين وتبيدون حكومة الشيطان وكل من تبعهم. نعم الأخوة بعضهم يسوي مكالمة فيديو، الآخر يدز مقاطع فيديو، احنا نستقبل فقط الرسائل القصيرة على الواتساب. معنا اتصال علي من النجف، تفضل علي. علي علي تسمعني أبو حسين؟ يبدو أن هناك مشكلة في الاتصالات. نعم طبعا أعلن متظاهرو محافظة البصرة تأييدهم للمهلة التي منحها متظاهرو محافظة ذي قار للسلطات الحكومية من أجل الاستجابة لمطالبهم، وردد متظاهرو البصرة أهازيج وهتافات متضامنة مع متظاهري ذي قار وبقية محافظات العراق وأخرى، منددة بالتسويف والمماطلة التي تمارسها السلطات مع متظاهري العراق إلى جانب قمع المتظاهرين والناشطين الصحفيين. نعم معنا اتصال مثنى من بغداد، تفضل مثنى. السلام عليكم استاذ. وعليكم السلام ورحمة الله، اهلا وسهلا بك. شلونك اخوي عمر؟ حياك الله يا اهلا بك، تفضل. سلمك استاذ، يعني على مدراء الحكومة هسه احنا نعم يعني مظاهرات ما تظل هيج، اكو حل يعني ماكو هيج فيلم ما شفتوه يعني شنو نصور يعني هاي صار يعني 4 أشهر حكومة نفسها ما تحكم نفسها بنفسها، يعني خصوصا انه هم يعني بينهم متخايل شلون راح يضبطون الشعب. والله يا استاذ احنا داخلين بهاي الوضعيه، احنا قبل يومين اختي الواحد يمنا بغداد يعني
ميليشيات ما تعرفني انواع رجال يعني مسالم وناشط مثلا. فكل يوم كل يوم جاي تتطور الوضعيه وكل يوم جاي نقول الله ساتر. اتمنى انه شويه يحسون بالشعب، يحسون بالمظاهرين، يحسون ماكو ايش. الله كريم. مثنى من بغداد كان معنا. وليد من الديوانيه، تفضل وليد. وليد تسمعني؟ وليد اكو مشكله بالاتصالات. طبعا بالرميثة اليوم في محافظه المثنى اعلن ناشطو ومتظاهرو قضاء الرميثة في محافظه المثنى تضامنهم الكامل مع مهله متظاهري ذي قار التي اعطوها للحكومه الحاليه. وقال الناشطون بان الحكومه الحاليه المشكلة من الأحزاب استهترت بدم العراقي وبالمطالب الشعبية السلمية التي رفعها المتظاهرون، وأكدوا رفضهم للتدخلات الأجنبية. وشدد الناشطون على أن العراق سيد نفسه ولا قائد عليه سوى الشعب العراقي فقط. نعم، معنا اتصال سعيد من بغداد، تفضل سعيد. سعيد السلام عليكم أستاذ عمار. وعليكم السلام ورحمة الله. بارك الله بكم والله ينصركم ان شاء الله. الله يسلمك ويخليك استاذ. يعني ان شاء الله هي هاي الثوره، ثوره تشرين المبارك، يعني وحدت الشعاب وان شاء الله منصورين. بس عندي يعني ملاحظه. نعم. الى ابنائنا اللي بالجنوب قبل شويه خابر محمد بن العماره، يعني انا اصلا يعني ما ادري شلون الناس يعني تخلي يديرون على قنوات الاحزاب ويشوفوا العهد وغيرها قنوات العصايب جاي تعلن حرب مباشرة عن الثورة وعن المتظاهرين. يعني من خطابهم الجوكر أمريكي شنو هاي السؤال، ما ينقلون تظاهرة، يعني هدفهم إنهاء التظاهرات وإنهاء الثورة ويحرض على القتل. أخي سعيد يحرض على قتل المتظاهرين بشكل واضح وصريح بقنواتهم، ويقول لك الدولة إحنا عندنا دولة، دولة ما تقدر تفوت حلقها ويا قناة، هاي الدولة اللي عندنا. أحسنت أستاذ عمر، يعني على قناة آفاق يدعو. نعم. أسمعك. يدعو إلى هذول الكوت بواسط الطلاب، يدعو إلى قتل الطلاب بواسط مباشرة بعيني شفت بقناة آفاق نفاق قنواتهم. يا إخوان خلي يلاحظون خطاب الأحزاب ويعرفون وإن شاء الله منصوري. إن شاء الله. سعيد من بغداد. كان معنا. بس قادرين، أنا أقول لك قادرين يقتلون الناشط المتظاهر السلمي المسكين اللي طالع يعبر عن رأيه وخاف. خاف أكو يعني هناك من أنه دا يقبض 600 ألف أو 700 ألف بالشهر ومكيف بهذا الراتب، ما عباله أنه هذا إذا بس طلع برا وشاف أنه هذا راتب ما يسوي شيء باقي الدول اللي تمتلك مثل ما يمتلك العراق من هاي الثروة. خليها بباله، يعني ترى هذا من طلع الطالب او الناشط، ترى هذا لو اخوك لو ابن عمك لو قرايبك لو كان وياك بالمدرسه لو جيرانك، طالب بحقه، طالب بحقه لا اكثر ولا اقل. واللي بدا واللي اعتدى هم الميليشيات اللي بالحكومه، والحكومه بعد ان شاء الله صارت واضحه، الحكومه من العام 2003 ولغايتنا هم كانوا ميليشيات واجوا حكموا العراق، قال لك احنا جينا نحقق الحريه والديمقراطيه، وهذا صار لهم 17 سنه ما شاء الله. شارع مبلط عدل ببغداد ماكو، اشاره مرور ماكو ببغداد، الازدحامات ذبح، الرشوه ما شاء الله صايره علني، ويقول لك والله احنا عندنا دوله. اي دوله عمي اي دوله؟ احنا لو عندنا دوله ما حد كان ترى طلع بتظاهره قبل. الناس فزقانه، ناس تعبت ملت، يتخرج يتخلص من أرقى الكليات يطلع ما عنده وظيفة وما عنده لا شغل ولا عمل، واحد ما يقرأ ولا يكتب لأنه هو من جماعة الأحزاب يضرب بالملايين ويرجع لي ورا. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.